أما جاسم النبهان، حمد العماني، شيماء سليمان، فوز الشطي وزهر الخرجي، فضمنوا تواجدهم في رمضان من خلال مسلسل سما عالية، واللي كان مفروض ينعرض برمضان العام الماضي إلا أن تأجل بسبب توقف التصوير بوقت الإغلاقات بسبب كورونا. ولكن يبدو أن التأجيل جاء لصالح العمل، إذ استغل المؤلف الموسيقي للمسلسل إبراهيم شامل الوقت ليتعاون مع أوركسترا براغ الفيلهرمونية. أما التفاصيل ففي تراكينج ستوري نمبر 2. الفكرة إن إحنا كنا مع أستاذ محمد دحام والمنتج الأستاذ عبد الله سيف، كلمنا عن المسلسل إن هو فترته بتدور في الستينات والسبعينات. طبعًا هي قصة أستاذ صالح النبهان والأستاذة شيخة بن عامر، هما الاثنين كاتبين قصة يعني تثيرك إنك أنت تعمل موسيقى واخدة شكل الغربي واخدة شكل الأوركسترالي. والتعاون مع الأوركسترا رغم وجودها في بلد آخر إلا إن ما كان بالأمر صعب. التكنولوجيا سهلت كل حاجة، حتى في ظل إن في كورونا والكلام ده، بس التسجيل أصبح إنك ممكن تقدر تسجل أونلاين وأنت في مكانك بتسجل مثلا الآلة اللي أنت بتعزف عليها، مثلا لو بيانو وهما بيسجلوا في مكانهم في الأوركسترا في براغ، فالدنيا بقت أسهل بكتير يعني. وعملية تأليف الموسيقى وتنفيذها استغرقت حوالي 6 أشهر، فإبراهيم كان حريص على تقديم شيء جديد ومختلف تماما. التسجيل مع أوركسترا غربي مثلا في دولة أوروبية بيديني أنا خبرة، ممكن بندي للمسلسل صوت جديد، مش معنى كده إن هو ينقص تماما من أنا أسجل مع أي أوركسترا في أي دولة عربية. بالعكس، إحنا عندنا موسيقيين عرب على أعلى مستوى، بس هو الفكرة إن أنت بتبقى عايز كفنان تحتك بره. والحقيقة إن أنا لقيت في دعم من شركة الإنتاج أستاذ عبد الله سيف ودعم من المخرج الأستاذ محمد دحام في الخطوة دي. فهالخطوة رغم تكلفتها العالية إلا أن الشركة المنتجة والمخرج محمد دحام وجدوا فيها إضافة كبيرة للعمل، لذلك ما تأخروا عن تقديم كل الدعم. أنا بعمل موسيقى بحب، وبعمل موسيقى مش من أجل إنها يعني مهنة، بعملها عشان بحب الشغلانة، فبتطلع الحاجة حلوة وبتبسط الناس، والحمد لله بلاقيها رد فعل إيجابي يعني. وهالتجربة إبراهيم متفائل فيها ويتوقع لها النجاح، مثل ما سبق وأن لاقى نجاح العام الماضي في موسيقى مسلسل لا موسيقى في الأحمدي واللي تم تكريم عليها. تكريمي في مسلسل لا موسيقى في الأحمدي بيعنيني تكريم من الكويت كلها، يعني أنا بعتبر إن ده تكريم غالي جدا على قلبي، لأن هو تكريم جه من اختيار كذا ناقد وأكاديمي في المجال الفني، فبالنسبة لي حاجة كبيرة، وبالنسبة لي تكريم داخل الكويت حاجة كبيرة لقلبي. ولهذا شغل على الأعمال الكويتية مستمر في الفترة القادمة. أنا حاليا في مسلسل أحبك بعد الأستاذ خالد جمال، برضو إنتاج أستاذ عبد الله سيف، في احتمال يكون في مسلسل أمر إخلاء الجزء الثاني، بس ده لسه في يعني في مرحلة التحضيرات. وبالإضافة لهالأعمال، إبراهيم شامل أيضا وضع الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل أمينة حاف، واللي انتهى فريق العمل من تصويره مؤخرا. وبطلتها إلهام الفضالة نشرت بحسابها على الإنستغرام بوستر تشويقي أرفقته بتعليق قريبا في رمضان.